عن المواصلات للأغنياء بس. خلاص يا عم. هيو، في الفترة الأخيرة حسيت إن المواصلات بقت للأغنياء بس، وغالبا بتركب تاكسي عشان توفر مجهود ومتوش وتوفر وقت وتروح في ميعادك، وفي الآخر بتتأخر برضه. طب ليه ما نوفرش مجهود ووقت وفلوس؟ يلا بينا. السلام عليكم. أول حاجة لازم تعرف الوقت اللي هتروح فيه المكان عشان متأخرش على ميعادك، وده عن طريق جوجل مابس. هتفتح الاب وهنا المكان اللي انت فيه، وتكتب هنا المكان اللي عايز تروحه، وهيظهر لك المسافة والوقت تقريبا. طيب دلوقتي في مكان عايز تروحه وعرفت ياخد منك وقت قد ايه، بس مش عارف هتروح ازاي. هتدخل على الماب تاني، وبعد ما تكتب المكان هتدوس على دايركشن، وبعدين على علامة الباص دي، وهتلاقيه بيقول لك تروح ازاي وتركب ايه بكل الطرق المتاحة. ومن هنا اكتشفت شركة مواصلات مدهشة جدا بالنسبة لي، اسمها مواصلات مصر، واخدين الطابع الاوروبي قوي، وهتلاقي باصاتهم في الماب بتبتدي من M5 لحد M21. فتعالوا نخد تجربه دلوقتي، يلا بينا. مثلا انا دلوقتي في سرايا القبة وعايز اروح التجمع، هدخل على جوجل ماب واكتب هنا اسم المكان، وادخل على الدايركشن، وبعدين على علامه الباص، ومقترح لي باص M6، وبيقول لي هنا ان هتمشى دقيقه للموقف، وكاتب لي الباص هيطلع الساعه كام. وها هو ده. وزي ما استغلنا جوجل مابس، عايزين نستغل الباص. وأول ما تقعد افتح واي فاي، والموضوع سهل جدا، بدوسة وهتلاقي 2 USB جنب كل كرسي عشان تشحن تليفونك، ولو موبايلك مشحون اشحن الباور بانك. والباص واسع والكراسي مريحة، وعاملين ركن للعائلات، وصدق أو لا تصدق أنا رجلي مش خبطة في الكرسي اللي قدامي. ووداعا لطرق الوقوف التقليدية، والموضوع عندهم مدهش جدا، عاملين زرار ستوب، وقت ما تحب تنزل بتدوس عليه. وسعر التيكت 6 جنيه، بس لو راكب من اول الخط لاخره هتبقى 15 جنيه. يعني انا مش فاهم، يعني 1% و20% و2% ولا انت عايز ايه؟ واكتشفت ان عندهم كارت ذكي لو دفعت بيه هتبقى ب 11 جنيه بس. وتقدر تشتريه من السواق بتاع الباص ب40 جنيه وبيبقى فيه 15 جنيه رصيد، وتقدر تشحنه من أي مكان فيه فوري. واكتشفت كمان إن عندهم بوت آلي على الواتساب تقدر تتواصل معاه وتعرف منه إيه هي مواصلات مصر وخطوط الباصات والكارت الذكي وإزاي تشحنه وكل حاجة عايز تعرفها. واكتشفت إن باصاتهم بتغطي خطوط المترو كلها والتجمع وأكتوبر وكل حتة في القاهرة. ومستغرب إن الشركة مش معروفة ومش بتعمل إعلانات، فأنا قررت أعمل لهم إعلان. يا بوي انا ما خبرش حاجه هنا. وصلت مصر، وصلت مصر، تايه في الاسعاف، وصلت مصر، جاي من الارياف، وصلت مصر، مسافر اكتوبر، وصلت مصر، مش هركب اوبر. اوبر بقول لك يا زول، منين ما اروح ابو الهول؟ وصلت مصر، جيت اون، جيت كونكتد. انا بس حبيت اوريكم ان احنا لو استخدمنا كل حاجه صح واستغلناها أسوأ استغلال هنوفر وقت ومجهود وفلوس. فأشوفكم الفيديو الجاي. هيب 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 هيب.